الناس اللي كانت كلنا محمد عايزين نشوف كلاب او نشوف فيديوهات. فانا قعدت الفتره اللي فاتت دي كام يوم كده نازل فيديوهات ورا بعضها نتعرف على كلاب جديده، نتعرف على مزارع، وان شاء الله برضو هنبتدي نعرفكم على مزارع جامده جدا في المانيا وفي ايطاليا وفي هولندا، تشوفوا المستوى شكلها ايه بره مصر وهو مصر، وهنفرجكم برضو على مستوى الانتاج عندنا الفتره اللي جايه على من كلاب بتباع على اقل شويه. طلعنا انتاج زيه من فتره، تمام، والفترات الجايه هيكون في افضل وافضل بامر الله تعالى. فان شاء الله ان شاء الله هننزل لكم فيديو لكلب محترم، مش هنقول اسمه ولا نذكر اسمه دلوقتي ولا هنقول مين، هنسيبكم لوحدكم تعرفوا هو مين وابن مين. طبعا بناء على بعض الناس اللي بتتصل بينا كتير وبتكلمنا كتير على اللي بيحصل للكلاب بتاعتهم في الايام دي، تلاقي الكلب في الايام دي يا جماعه رافع رجله باستمرار ومش قادر ينزلها على الارض ويجي يمشي او يجي يجري، بتلاقيه رافع رجليه وبيزق ليها. فطبعا الكل بيقول ان الكلاب كده فيها ايه؟ ان الكلاب كده خشب، نشاره بتاعت الخشب من عند اللي هم النجار او من عند بتاع المنشره، ونبتدي نفرشها تحت الكلب. كل يوم الثلاثة هنبتدي مثلا نشيلها ونغيرها. انت الموضوع صعب عليك، فاللي يحصل كالاتي، اللي هيحصل كالاتي، انك ممكن تلمها تلاقي شبور تفرشها تتشرب، يعني بتتشرب الشمس تنشفها من الميه بتاعت الكلب الدفق او النتيله الموجوده، تبتدي تنشفها ويبتدي حتى لو فيها اي ميكروب. الشمس طبعا انتوا عارفين الشمس اصلا بتضيع اي ميكروب او بتحرق اي ميكروب، فتبتدي الشمس تنشف الميه، تبتدي النشاره حتى ترجع تاني تتنقى من اي ميكروب او من اي حاجه فيها. نفرش ونرجع نفرشها تاني بعد يوم او اثنين او ثلاثه او ثلاث ايام على ما تنشف وتلاقي بقى كويس تاني، ترجع تاني تكمل اللي انت عملته. عندك قش رز، تمام، شغال قش رز، بس القش رز مشكلته في الايام دي اللي هي ايام الشتاء بيعمل حاجه اسمها بيرمي بنابيت. لو ما تنضفش كل يوم، هو حلو ووحش، بمعنى بيدفي جامد قوي، ومن ناحيه ثانيه لو انت هتنضف صح هتلمه، ممكن تلمه كله، تقوم جاي فرشه عندك على السطح فوق على ظهر السطح، وتقوم جاي من الرشاشه بتاعتك قوي بتاعتك رشه بأي رشه عندك للحشرات. تبتدي ترشه في رشتك، رشه بأي رشه عندك للحشرات. تبتدي ترشه في رشه خالص، تمام، وقبل ما تنزله ما تحاولش تعمل رشه بأي مطهر زي ما احنا عارفين بكرول
او اي مطهر انت بتحط في الكلاب وترجع تاني تحط القش الرش ولا يحصل في براغيث ولا يحصل في اي حاجه والقش برضه هيتشرب ميته وهتبقى الامور تمام وزي الفل هتبقى الامور تمام وزي الفل تمام ده بالنسبه عشان خاطر الناس كتير جدا بتتكلم ان هي فيها بالنسبه للبيئه الكلاب طول ما في دفى طول ما الكلب مش رافع رجله وما تقلقش من رفع الرجل عشان خاطر الناس بتخاف ما تقلقش من رفع رجل الكلب هي شويه تروح العظم تيجي وتروح لوحدها عايز تدي مرهم اي مرهم وضد الالتهاب تمام بيدي بس هو رجل ما التهاب عايز تدي اي مرهم وضد تحاول انت مش برضه اي مشكله لكن لو ما اديتش انا بقول لك اهو خمس ايام على حيط بداية المسابقة داخلة على حيط فعايزين أكتر تفاعل وأكتر شغل عشان خاطر نشوف الأمور فيها إيه عشان خاطر نقدر عايزين يوم 30/12 بالليل نبتدي نعلم مين الفايز مين الفايز اللي هياخد الكلبة في ناس بصراحة ربنا شغالة شغل جامد أوي شغل محترم شغالة معانا على القناة ما شاء الله هنذكر أساميهم في فيديوهات جاية بعد كده بإذن الله تعالى عايزين الكل يشتغل طيب ايه يا محمد شروط المسابقه علشان خاطر في ناس كتير جدا يا جماعه كلمتني عن شروط طبعا المسابقه ومش عارفين ايه هي شروط المسابقه يعني في ناس كتير بتخش لي بتقول لي يا محمد احنا عايزين كلب للتبني عايزين كلب هديه عايزين 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 طيب انت عايز كلب هديه وعايز كلب للتبني طيب وفي الشروط كده كده زي ما احنا ذكرنا قبل كده في الفيديوهات يا جماعه كل حد من المشتركين في كلب عندي كل حد هم مختلفين كلا عندي ده ارجع تاني اقول كل حد من المختلفين كلا عندي تمام فعشان كده بيقولوا هو شروط المسابقه اللي هي قلنا عليها قبل كده هتكون انت مشترك في القناه اول حاجه مشترك في القناه اصدقاء أكثر عدد من أصدقائك يشتركوا البيتش خش تعمل متابعة وخش تعمل لكل أصدقائك دعوة إنهم يعملوا متابعة نقدر نكمل ونقول معلومات كده باستمرار. الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.